تكره توقف بالدور حتى تلاقي حدا يخدمك؟ بكندا لقوا حل لهالموضوع. خليك معنا بالفيديو حتى تعرف عن شو عم بحكي. The most Canadian thing. طبعا جايتنا عاصفة ثلجية بهاليفاكس والموعودين بثلاث ايام من الثلج المتواصل وراح يوصل الثلج ل ارتفاع متر. لذلك اليوم طلعنا اشترينا شوية خضرة واكل حتى نقضيها محبوسين بالبيت بالعاصفة الثلجية. Please remove the last item from the bag and scan it before placing it in the bag. إذن بدل ما توقف بالدور بكندا بالسوبر ماركت في طريقة جديدة باسمها self serve اللي هي أنت تخدم نفسك بنفسك. الطريقة هاي تيجي على هالماشين تعمل start. Welcome. Please scan your first item. راح تشرح لك خطوة بخطوة مثل ما انتم شايفين. تعمل سكان لأول منتج انت اشتريته، تبلش تحسب لك كم سعره، ولما تخلص تدفع الكريدت كارد تبعك أو الديبت كارد. هون الكياس باجينج وبتتوكل، ما في داعي لا تنظر بالدور وتضل واقف ساعة. إذا مثل ما شفتوا هاي هي الفكرة الجديدة اللي صارت بالمولات والمحلات الكبيرة بكندا لحتى توفر عليك وقت، فيك تخدم نفسك بنفسك وخلاص تحاسب أنت وتتيسر على المنزل. مثل ما شفتوا بالفيديو بلشت العاصفة والله يستر، لكن احنا يعني حضرنا مظبوط، جبنا الأكل وجبنا كل شيء لازم، والجامعة بعثت لنا إيميلات إنه ما في دوام بكرة، فالحمد لله راح ننام أخيراً. هذا كان الملخص بشكل مختصر. أتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم الفيديو ريت تحط لايك وسبسكرايب، وإذا عندكم أي سؤال حطونا إياه بالكومنتس، وإن شاء الله تابعونا لحتى تشوفوا فيديوهات أكثر وعن تجربتي بالحياة في كندا وعن أفكار جديدة ومواضيع كثير راح إن شاء الله تكون تهمكم. كان معكم أخوكم محمد من قناة كندا 902، والسلام عليكم ورحمة الله.